مشاهدينا اهلا بيكم، حلقه جديده وحديث التعليميه زي ما عودناكم كل يوم في برنامجنا حديث التعليميه. بنبدا حلقتنا باهم الاخبار للعمليه التعليميه، اما باقي الحلقه فبتكون من داخل استوديو الهواء مباشره. ويمكن النهارده يكون موضوعنا موضوع عن المواهب الموجوده في المدارس وعن الانشطه اللي بيتم تفعيلها في كافه المدارس، وهنتكلم ايضا عن دور الادارات في دعم الانشطه او المواهب بشكل عام. لكن تعالوا معنا نبدا معاكم اخبارنا التعليميه في كل محافظات مصر، نبداها باهم وابرز العناوين. وزير التعليم يكلف المديريات بحصر مشكلات المعلمين ووضع الحلول. رئيس قطاع التعليم: لو تم تطبيق التجربة اليابانية ستحدث نقلة بالتعليم الأساسي. مجدة نصر: توقيع طالبي الثانوي على البوكلت بالبصمة تزايد في الإجراءات. المهن التعليمية توافق على إنشاء نادي اجتماعي للأعضاء بالمحلة الكبرى. وأخيرا نائب وزير التعليم يكرم 3 طلاب بالعريش لابتكارهم نظام حماية للأجهزة الكهربائية. ومن العناوين إلى التفاصيل أهلا بكم. كلف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بحصر جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه المعلمين على كافة المستويات، سواء كانت مشكلات تعليمية أو تربوية أو تتعلق بأحوالهم الوظيفية أو غير ذلك، وموافاة الوزارة بهذه الحصر مدعوما بالحلول المقترحة. وقال الوزير في خطاب مرسل للمديريات إن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تحسين العملية التعليمية بكافة جوانبها، والتي من أهمها توفير المناخ الجيد للمعلمين من خلال العمل على إزالة كافة السلبيات والمعوقات التي تؤثر سلبا على أداء رسالتهم السامية. قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم أنه لابد من إعادة النظر في المنتج التعليمي. وقال رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم خلال مؤتمر عرض نموذج بناء الشخصية المتكامل المعروف باسم توكاتسو وكيفية تطبيقه في دولة اليابان والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، أنه تم إقرار تنفيذ النموذج الياباني في التعليم وتطبيق الأنشطة في نظام التعليم وعلى رأسها توكاتسو. وأكد رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم على ضرورة أن يكون لدينا تحولات في العملية التعليمية والتركيز على نواتج التعلم بدلا من المناهج والانتقال من الحفظ والتكرار إلى الإبداع والتفكير. وأوضح أنه لو تم تطبيق التجربة اليابانية بدقة ستكون هناك نقلة في التعليم الأساسي خاصة في المرحلة الابتدائية. قالت النائبة الدكتورة مجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان إن اقتراح توقيع طالب الثانوية العامة على البوكلت بالبصمة لتفادي ادعاء الطلاب تبديل أوراق إجابتهم في الامتحانات يعتبر تزايدا في الإجراءات. وأكدت مجدة نصر أن نسبة الحالات التي يدعى فيها الطلاب تغيير أوراقهم قليلة ولا توجد إحصائية بشأن ذلك، ولم نسمع عن هذه المشكلة بشكل كبير، لذا يعتبر تكلفة إضافية لسنا في حاجة لها. وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن الإجراءات الموجودة في كتابة الاسم ورقم الجلوس على ورقة الإجابة وباقي الإجراءات الحالية كافية لعلاج مشكلة إدعاء الطلاب تبديل أوراق إجابتهم في الامتحانات. وافقت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين
نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب على قرار الجمعية العمومية بالمحلة الكبرى بإنشاء نادي اجتماعي للمعلمين في منطقة منشأة البكاري لخدمة جموع المعلمين وأسرهم. كما كلفت هيئة المكتب اللجنة المكلفة بالإشراف على الإنشاء بدراسة جميع العروض والدراسات الهندسية لاختيار أفضل التصميمات على أن تشتمل على إقامة ملاعب رياضية لأبناء المعلمين. ووافقت هيئة المكتب أيضا على تزويد الكبائن المصيفية بنادي الشاطئ في الإسكندرية بتكليفات من الداخل لتحقيق المزيد من الراحة للمعلمين، خاصة وأن معظم المعلمين الذين ترددوا عليها خلال العام السابق قدموا الكثير من الشكاوى في هذا الشأن. كما تمت أيضا الموافقة على التعاون مع مركز الماسة لطب وجراحة العيون لخدمة المرضى. وفي نفس السياق تمت الموافقة على استكمال الإنشاءات بصالة الجيم بالدور العلوي للنادي، وذلك بعد استيفاء التقرير الهندسي واعتماد التعديلات الواردة به. وأخيرا كرم الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني 3 طلاب نابغين من مدرسة العريش الثانوية الصناعية الفنية المتقدمة بمحافظة شمال سيناء، وهم محمد علي الشربيني وعبد الله محمد سليمان وعيسى عطا عيسى، لتفوقهم وابتكارهم نظام حماية للأجهزة الكهربائية يمنع تشغيلها إلا وفق إدخال كلمة السر الخاص به. وفي حالة إدخال كلمة سر خطأ ينطلق جرس إنذار شديد التنبيه. ووجه الجيوشي الطلاب بضرورة تطوير ابتكارهم وتقديمه لأكاديمية البحث العلمي لتسجيله رسميا حماية لأفكارهم الإبداعية. ووجه أيضا بتطوير البرمجة المستخدمة وجعلها أكثر احترافية لكي يمكن تسويقها كمنتج تجاري عالي المواصفات. وأكد الجيوشي أنه يتم العمل وفق توجه وزارة التربية والتعليم الفني لتنمية الأفكار الإبداعية للطلاب من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات المبتكرة مثل مشروع التخرج وبرامج زيادة الأعمال التي تهدف لتنمية شخصية الطالب وتزويده بمهارات التواصل والتفكير الناقد واتخاذ القرار والاختيار من بين البدائل. بكده تكون انتهت نشرتنا التعليمية. نخرج فاصل قصير ونرجع نبتدي معاكم أولى فقراتنا من داخل استوديو الهوم مباشرة عن تنمية المواهب، ولكن بعد الفاصل.